أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن جولة عبر أهم المقالات الصادرة في صحفنا الوطنية لنهار اليوم الأربعاء. ونستهل جولتنا من يومية المساء التي كتبت تحت عنوان 7 ملايين مغربي يعيشون ب20 درهما في اليوم. وتكتب المساء أن 3 ملايين مغربي يعانون من سوء التغذية ونقص في توفرها، في الوقت الذي يعيش أكثر من 7 ملايين مغربي بأقل من 20 درهما في اليوم، إذ أظهرت الإحصائيات التي نشرها موقع أمزين مابس المتخصص في الخرائط أن المغاربة يعانون من نقص في التغذية مقارنة بدول مجاورة لها اقتصادات أضعف من الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أن حالة نقص الأغذية عند المغاربة لا تصل إلى خانة المجاعة حسب الخريطة الإحصائية التي نشرها الموقع، لكنها تظل أقل من المعدل المطلوب والمعتمد دوليا من السعرات الحرارية اللازمة لجسم الإنسان. ونتحول ضمن هذه الجولة إلى يومية الصباح أو أخبار اليوم التي نشرت أن عبد العظيم القروج الوزير المنتدب في التكوين المهني مساء من قلة التضامن معه بخصوص قضية الشوكولا داخل حزبه، إذ كان القروج ينتظر خلال آخر اجتماع للمكتب السياسي للحزب أن يثير الأمين العام محمد العنصر جديد قضيته، لكن الأخير أغلق الاجتماع مباشرة بعد انتهاء جدول الأعمال الرسمية دون أن يتطرق لموضوع القروج وفاتورة الشوكولا. تفاصيل هذا الموضوع ومواضيع أخرى تقرأونها ضمن يومية أخبار اليوم المغربية. أما يومية الصباح فقد أفادت أن عناصر درك الملكي بن واصر فككت شبكة دولية تضم مغاربة وأجانب نصبوا على مجموعة من رجال الأعمال بعد أن أوهمتهم بإمكانية باعهم كميات من الذهب الغينية ومساعدتهم على إيصالها إلى الراغبين في اقتنائها خارج المغرب. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام جولتنا الصحفية، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.